ما تصوروش النهارده سعادتي قد ايه وانا بشوف الطلبه ولادي، وانا بشوف عوده الروح لسينا. وانا بقول لكم ان عوده الروح لسينا جاءت بهذه الجامعه. حينما اغلقت هذه الجامعه كانت سينا ملهاش اي صوت وملهاش اي حس، وهذا يدل بشكل واضح على القيمة الحقيقية. حينما كنا نفكر في إنشاء هذه الجامعة، لما كنا بنفكر في إنشاء الجامعة دي كانت الناس أحيانا تتهمنا بالجنون، مين هيجي لكم هنا، مين هي. لكن الحمد لله أن الأعمال مربوطة بالنوايا، وأنا كنت دائما أقف قدام الآية الكريمة، وليس الإنسان إلا ما سعى وإن سعيه سوف يرى ثم نجزيه الجزاء الأوفى. كنت أنا يعني أقف كده وأقول يا رب سعيه سوف يرى، ده معروف، لكن إيه الجزاء الأوفى ده؟ لحد ما ربنا أكرمني وأدركت يعني إيه الجزاء الأوفى. طبعا إحنا ممكن لو رجعنا لكتب التفسير نلاقي فيها تفسيرات كتيرة جدا، لكن القيمة في القرآن الكريم أنه أنزل في ليلة القدر لكنه يتنزل إلى أن تقوم الساعة بفتوح على الناس. كل ما قريت القرآن بإخلاص يفتح الله عليك في معانيه وفي مساحات معانيه، مش بس في معانيه يعني. فلقيت سوف نعطيه الجزاء الأوفى دي مربوطة بأربع حاجات، مربوطة بنية العمل نفسه، لأن على فكرة مش كل عمل الإنسان يثاب عليه بالقدر الذي يثاب عليه الآخر. يعني أنت ممكن تعمل عمل وأنا أعمل نفس العمل وثواب أنا يبقى أو ثوابك أنت بأكتر من ثوابي، لأن نيتك أنت كانت أخلص من نيتي، أو نيتك أنت كانت في الخير أكتر. يعني مش بس النية، في صدق الإنسان للعمل، مدى صدق الإنسان للعمل ده وإخلاصه، الاثنين دول متلازمين مع بعض يدوا حجم الأوفة. الأوفة قد إيه؟ ما الأوفة دي مسألة نسبية ولها مساحة يعني. فالأوفة قدر صدقك وإخلاصك في العمل، لكن الأوفة أكتر بقدر ما بتبتغي بهذا العمل ليست سمعة وليست وجاهة، لكنك بتبتغي وجه الله، فبتعمل هذا العمل خالصا لوجه الله، بيبقى الأوفة أكتر قوي قوي. عشان كده في القرآن بيقول إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. بدأت الاستهلالة دي عشان إحنا في أيام مباركة وهي ذكرى المولد النبوي الشريف، أردت أن أصحح النية وأن أجعل أن هذه الجامعة أحد الأعمال التي أنشئت بنية خالصة. وجلسنا قبل كده من قبل وقلنا إن والله ونحن كنا ننشئ هذه الجامعة كنا بنقول ينقطع عمل ابن آدم إلا من ثلاث: صدقة جارية، وعلم ينتفع به، وولد صالح يدعو له. والجامعة فيها الثلاثة، فيها صدقة الجارية والعلم النافع والولد الصالح الذي يدعو له. وهذه هي قيمة الجامعة. قيمة الجامعة اللي احنا فيها انها مش مشروع اقتصادي، الصفة الحاكمة في هذا المشروع هي عامل الربح والخسارة أو الجدوى الاقتصادية، لكن الوجه الآخر في هذا المشروع القيمة الاجتماعية، والقيمة الاجتماعية المردود اللي هيحصل على المجتمع من هذه الجامعة. السنة دي وأنا بتذكر أستاذنا الدكتور حاتم، اللي أنا طبعا بسجل شكري وتقديري للدور اللي بيعمله في الجامعة معانا، ودي الحقيقة حاجة بتسلق الصدر وتقر العين لما الواحد يتعامل مع زملاء أعزاء وأساتذة أفاضل على شاكلة النخبة اللي القدر ساقها للجامعة من أعضاء هيئة التدريس ومن العمداء حتى من الأجهزة المعاونة. فكل الواحد ما بيحس أن الجامعة بتؤدي رسالة، الإنسان بيحس الحمد لله، بيشكر ربنا، بيحس أن ده نوع من الرضا على هذا المكان. فالسنة دي
دكتور حاتم بيقول لي خلي بالك المنح وصلت 60 مليون جنيه، وده نوع من تعظيم دور الوظيفة الاجتماعية لرأس المال. احنا مدين السنة دي 145 منحة مجانية، ده غير الأولاد اللي إيه اللي بنخفض لهم في المصاريف 50% وزيادة، وصلنا إلى 60 مليون جنيه. فقال لي خلي بالك أحسن إحنا كده إيه السنة دي وصلنا، قلت له عقبال ما نوصل 100 مليون جنيه. اليوم وفي الذكرى الأولى لمجزرة المصلين انطلقت الجموع بحضور عدد من الوزراء وعدد من كبار المسؤولين، من بينهم الدكتور حسن راتب رئيس مجلس أمناء جامعة سيناء، وقيادات الأزهر والأوقاف، وقيادات شعبية وتنفيذية، لإحياء الذكرى بافتتاح عدد من المشروعات التنموية والصناعية بمركز بئر العبد. الدولة كلها بعد الحادث الأليم انتفضت، وبتعليمات طبعا من السيد رئيس الجمهورية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي كلف كل الوزراء المختصين بأنهم يكونوا في موقع الحدث، وأنهم يعني كلهم في مجاله يقدم المعاونة اللازمة. فأول جهة كانت وزارة التضامن الاجتماعي، ودي رصدت 60 مليون جنيه لصالح التعويضات لأسر الشهداء والمصابين. الحاجة الثانية وزارة الإسكان رصدت 81 مليون لصالح رفع كفاءة المنازل والبيوت اللي موجودة. وزارة التنمية المحلية من الاستثمارات رصدت 31 مليون لصالح رفع كفاءة شبكة المية والصرف الصحي في داخل القرية. بالإضافة طبعا إلى وزارة الأوقاف رصدت 16 مليون جنيه لصالح برضو رفع كفاءة المنازل. مشيخة الأزهر رصدت 2 مليون جنيه لصالح هذا الموضوع، وكل الفلوس دي على فكرة موجودة هنا في المحافظة لصالح رفع كفاءة هذه البيوت. وإحنا طبعا كان مخطط أن حوالي ما يقرب من 790 بيت يترفع كفاءتهم في خلال عام. احنا النهاردة هنفتتح ما تم تنفيذه، وهو بنسبة حوالي 50% من المنازل اللي تم رفع كفاءتها 50%، وايضا بعيد بقى الخدمات المية الكهرباء الحاجات دي كلها اترفعت الكفاءة بتاعتها كلها. والنهاردة ان شاء الله انا بعتبره يوم مشهود لأهالي الروضة من جهة البناء والتعمير، ما قدم خلال سنة وعدوا انجازا هائلا، ورفع وطور هذه القضية تطويرا كبيرا. أيضا اهتمينا أن نفتح مراكز ثقافة إسلامية ومدارس قرآنية، وعليها إقبال كبير من أهل سيناء. بفضل الله عز وجل نحن هنا جميعا لنؤكد أننا هنا إلى جانب أشقائنا في هذه المنطقة، وأن الدولة المصرية في عهد سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي تعنى بشؤون جميع أبنائها أينما كانوا، وإن احنا إلى جانب أهالينا في سيناء قلبا وقالبا، فكرا وعقلا ومنطقا، حكومة ومؤسسات مجتمع مدني، جئنا لنؤكد أننا نواجه الإرهاب والتطرف في مزيد من البناء والتعمير بالحكمة والعقل والموعظة الحسنة. ستبدأ النهضة في بئر العبد إن شاء الله، وسنبدأ بالمنطقة الصناعات الموجودة في بئر العبد دي. وأنا كنت لسه مع السيد المحافظ الحقيقة، اختيار صادف أهله اللواء محمد عبد الفضيل الشوشة، خير خلف لخير سلف. كل الناس عندها حماس وعندها غبطة وعندها يعني إصرار على إعادة صياغة الحياة على هذه المنطقة بالشكل المناسب وبالأسلوب اللي يعيد شكل المدينة دي تبقى شكل حضاري. وأنا من المؤمنين على فكرة أن بعث مصر من جديد من سيناء، والنهاردة مشهد جديد ونقلة حضارية جديدة بإذن الله لهذه المنطقة. إن شاء الله كلنا نساهم فيها، كلنا على قدر طاقته بإذن الله. التخفيف تمثل في تأهيل عدد من المنازل، عمل تعويضات مناسبة للأهالي، أداء رحلة الحج في العام الماضي من خلال أجهزة الدولة، كل ذلك ساعد طبعا مع بنية أساسية من خلال جهاز تعمير سيناء، بالإضافة لوزارة الشباب والرياضة فيما يخص نطاق الشباب. كل هذه المعطيات أدت إلى أن يأتي العام أو تأتي الذكرى الأولى لهذا الحادث بوجود عدد من الوزراء اليوم لصلاة الجمعة في مسجد الروضة الذي تعرض
أو كان فيه الحادث لكي يكونوا مع أهالي الروضة جنبا إلى جنب ليشعروهم بمسؤولية الدولة تجاههم، بالإضافة إلى تحفيزهم على أن يتم ليس تأهيلهم ولكن أن يتم عودتهم إلى وضعهم الطبيعي مرة أخرى. شاركت جامعة سيناء بعدد 60 منحة دراسية مجانية بمختلف كلياتها لأبناء سيناء، بالإضافة إلى المعونات العينية من مؤسسة سماء الخيرية. المنح بعد كده لكل أبناء الروضة سواء موجودين أو هيدخلوا السنين الجاية إن شاء الله. نشكر الأستاذ الدكتور حسن مراتب رئيس مجلس أمناء جامعة سيناء. أي حد من أهل الروضة يدخل جامعة سيناء مجانا، وحتى الطلبة اللي موجودين دلوقتي خدوا منح مجانية من أهل الروضة. وللأسف يعني والإنسان يعتصر حزنا أن في شهيد من أبناء سيناء كان كلية الهندسة، كان بيصلي بساعتها في المسجد واغتالته يد الغدر في هذا الموضوع. ونحن نقيم أحد المدرجات باسمه أو أحد القاعات باسمه، يعني هو قطاع الصحة هنا مهم جدا جدا، ونحن الآن سنشارك في إعادة صياغة العملية التعليمية المدارس اللي موجودة في الروضة. إن شاء الله جامعة سيناء هتتبنى إعادة تحويلها إلى مدارس تجريبية، مدارس تجهيزها بأجهزة حديثة من الحاسبات الآلية والكمبيوتر، وسيكون لنا بصمة مع هؤلاء الناس. هذا أقل واجب يقدر يؤديه يعني لأهل المنطقة. الحقيقة سائل الأقدار لهذه الأمة، يعني قيادة وزعامة فاهمة واعية مدركة كل الأبعاد، قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وجيش في فروسية، وشرطة على أعلى درجة من الكفاءة. ولولا هذا كنا بقينا اليمن أو بقينا ليبيا أو بقينا سوريا أو بقينا أي منظر من المناظر اللي احنا بنشوفها دي. لكن تحدثا بنعمة الله أن الله قد حفظ هذه الأمة، حفظها برجالها، حفظها بأبنائها، حفظها أيضا بآل البيت، وإحنا في ذكرى المولد النبوي الشريف.